السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، ارخص منظومه ديال الطاقه الشمسيه ديال الفلاح البسيط، يعني الناس اللي ما عندهمش وباغين يسقيو واحد الهكتار ولا نص هكتار ديال الفلاح. هذا النوع ديال المضخات راه في متناول الجميع، يعني ثمن رخيص، ارخص نوع ديال المضخات في متناول الفلاح البسيط اللي ما عندوش، يعني التكلفه ديالو رخيصه بزاف ويستافد منه. الى عندك مثلا واحد الهكتار او لا عندك واحد الجرده، اليوم ان شاء الله عندنا لكم منتوج جديد اللي كيسولوا عليه الاغلبيه ديال الناس والمتابعين ديال القناه، اللي هو المضخات ديال الدي سي. ان شاء الله غادي نعطيكم بعض المعلومات على المضخه. نبداو بالمضخه ديال الدي سي. غادي نبداو بهاد لا مارك دي سي اللي كتخدم بربعه البلايك. عندنا هنا هذه كتهبط 123، كتخدم 72 فولت 1100 واط. عندنا اللي فوق منها في العبار كتمشي 140، كتخدم 110 فولت 1500. كاينه اللي فوق منها هذه كتمشي 155 متر 110 لي فولت 1300، كتمشي 180 الفولتاج 110 حتى هي 1500 واط. يعني كيركبوا ليها ثلاث الالواح، ثلاث الالواح ديال 280 واط. واخا الاخوان غادي نعاود معكم، عندنا وحده تخدم بأربعة ألواح، وحدة كتخدم بخمسة، وحدة كتخدم بستة. المهم هادو هما لي بومب ديال الدي سي. أنا غادي نوريكم إن شاء الله وحدة منهم، هي هادي لا بومب دي سي. الفارياتور ديالها، الفارياتور ديالها هو هذا. الخشمة ديالها سهلة، لي زاكسسوار ديالو ما هما هادو. بالنسبة لي زاكسسوار، بالنسبة لي زاكسسوار كاين هنايا الكيت ديال السخون، هادي كنزدو بها الخيط، هادي كدير الكابلي. كاين السكوتش ديالها، كاين هاد هادو هما لي زكترود ديالها، سنسور هذا بحال سنسور، هذا هو اللي كيقطع كيمشي الماء، راه كتهبط كتقطع البومبا ما تحرق ما يوقع عليها حتى شي حاجه، الانسان ما عنده منها شي خاف. المهم لي زاكسسوار ديالها كاملين فيها. هادو بالنسبه لي بومب دي سي، يعني دوك لي بومب صغار بحال الناس الفلاحه اللي عندهم واحد نصف هكتار او لا حتى هكتار، إذا كان عنده مثلا واحد الباسان صغير راه تقدر تخدم ليه هاد لابوم دي سي. وكيخدم ايضا بثلاثه الالواح، وكيخدم ايضا باربعه الواح. هاد المضخه هادي فراها مضخه كونفور، يعني مزيانه مخدومه مزيان، ماشي شاربونات، راه هي عندها الموتور ديالها بوبيناج، وهذا هو باش كتميز هاد النوعيه ديال المضخه. شركه الكي اس دي راها خرجت لنا هاد المجموعة ديال المضخات الغاطسة اللي كتخدم بالطاقة الشمسية، الاقتصادية ورخيصة بالنسبة للفلاح البسيط. وما تنساناش بواحد اللايك والاشتراك في القناة باش ديما نجيبو لكم الجديد. اللي عنده مثلا واحد البئر فيه 80 متر او 100 متر او حتى 150 متر، فراه هاد المضخات ديال الدي سي هما اللي غادي يخدموا له. ان شاء الله تبع معايا الفيديو باش تستافد. هاد النوع هذا راه كيخدم بالدي سي 72 فولت، اما بالنسبه للوات فراه فيها 1100 واط، يعني غتركب ليها عدد الالواح اللي تقدر توصل حتى ل 1100 واط. يعني كما كان عندك الواح ديال 285 خدامين، الواح ديال 450 خدامين، في حاله ما مثلا الا كان عندك البير مره كيخوى، راه فيها لي سوند، يعني بحال اللي يدير ليها شميعات كما كنقولوا لي زيكترود او لا روليد نيفو، الا مشى الماء راه كتقطع الراسه. طريقة التوصيل ديالها راها سهلة، ممكن انك تركبها الراسك، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقة ديال التوصيل ديال هاد الفارياتور ديالها. وحنا الهدف ديالنا هو اننا نساعدوا الفلاح البسيط او الفلاح المتوسط بهذا المنتوج هذا. عندنا هذا النوع الاخر اللي كيوصل حتى ل 180 متر، كيخدم 110 فولت. الاولى اللي تكلمنا عليها 72 فولت، هذه كتخدم 110 فولت، كتوصل العمق ديال البئر، تنزلها بواحد 100 ولا 120 ولا 130، يعني 3 طن في الساعه. كما قلنا ايضا نفس المشكل، كتخدم ب 1500 واط. العدد ديال الالواح اللي عندك كما كانت 285 ولا 450 ولا 545، فراهم خدامين. كما كتعرفوا هذا المنتوج هذا راه نوعيه مزيانه، ماشي بحال هذاك النوع اللي فيه شاربونات. الاخوان ما تنساوش لينا اللايك والبارطاج ديال الفيديو والاشتراك في القناة إلى عجبك المحتوى ديال القناة، وبقى معايا حتى تشوف التركيب
ديال الالواح ديال الطاقه الشمسيه وندير واحد السياج لا بومب. الان غادي نشوفوا الطريقه ديال التوصيل ديالها. هي كتكون من ثلاثه الاسلاك، ماشي جوج الاسلاك بحال المضخه ديال الشاربونات اللي كنستعملوا فيها واحد ديجونكتور وكنبرونشيو الالواح ديريكت لا بومب. هنا كيتواجد عندنا البي يعني البليس والموان ديال الالواح، وكتخدم هذه ب 72 فولت، يعني راه فيها الانواع وممكن تخدمها حتى بالبطاريات. بالنسبه لا بومب راه عندنا الاي وعندنا الفي وعندنا الدوبل في. البروغراماسيون ديالو راه ممكن تبروغراميه، وكيعطيك هنا يعني اشارات، كيعطيك الواط شحال من واط كاين، وكيعطيك لامبيراج، وكيعطيك ايضا الفولت، وكيعطيك البي ار ام يعني العدد ديال الدورات ديال المضخه. هنا المكان منين غادي تقوم بالتشغيل ديالو وبالاطفاء، يعني هذه هي اللوحه ديال التحكم ديال هاد الفارياتور. وكاينين فيهم كاين 123 متر، وكاين 140 متر، وكاين 150 متر، وكاين 180 متر. بالنسبه للخدمه ديال هاد المنظومه هذه كل واحد كيفاش كيخدمها. كاين اللي كيخدمها بالكورنير. علاش كنديروا الاش؟ كنديروا الاش باش نخدموها تركب كوليس. الخدمه ديال الكورنير كتركب الالواح ديال الطاقه الشمسيه بالبولون ملي كيكون مثلا الجو ديال الشتاء او البرد، هذوك لي بلاك سولار كيطيروا. من الاحسن تركب بالاش. التكلفه ديالها راه التكلفه كتختلف من وحده لوحده، يعني ديال 140 متر وديال 150 متر وديال 180 متر، الثمن ديالهم كيختلف على حساب يعني داك الشيء اللي بغيتي تركب. مثلا الا بغيتي تركب الحديد ديال الاش كيكون الثمن طالع شويه، إذا بغيتي تركب الكورنير وما كننصحكش تركب الكورنير كيكون الثمن ناقص. بالنسبه لهذا الكيت ديال البومب ديال الدي سي راه كيكونوا فيها الالواح ديال الطاقه الشمسيه بحال مثلا هذه، راه كدفع 180 متر كيركبوا ليها 6 الالواح ديال 250، وكاينه ديال 5 الالواح، وكاينه ديال 4 الالواح ديال 250 او 285. كما كتشوفوا الاخوان هنا راه كيخدموا بالاش، يعني هذا الاخ هذا عنده هذا المحل هذا الفوق يعني في السطح، راه غادي يركب ليه الاش. تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله وغادي تشوفوا هذه المنظومه ديال الطاقه الشمسيه كيفاش غادي تركب. يعني خدمه متقونه، خدمه زوينه. الالواح كيدخلوا كوليس، يعني مستحيل انهم يديهم البرد. الاخوان ديروا لنا لايك للفيديو باش الناس قاعد تستافد والناس تعرف. كاين الناس اللي محتاجين بحال هاد المنظومه ديال الطاقه الشمسيه ولكن ما عارفينش، وراه ما يمكنش يكون الجديد وما توريش للناس وتخليهم كيركبوا في شي حاجه اللي فاتها الفوت. رانا غادي نذكر حتى التكلفه ديال هذا النوع ديال لي بومب ديال الدي سي، وما كاينش شي فرق كثير يعني في التكلفه ما بين هذيك ديال الشاربون وما بين ديال الدي سي. وحنا ما بغيناش ضياعه للزبون، يعني كنديروا خدمه مزيانه وخدمه نقيه. هنا راه عندنا الاخوان كما قلنا 6 الالواح ديال 250 ماشي 450 كما عودنا. هذه كتخدم ب 1500 واط 110 فولت. طريقه التوصيل ديال الالواح كتركبهم على التسلسل، وممكن دير ليه شميعات، ممكن دير ليه واحد السنسور كيكون معاه، يعني وقت ما مشى الماء كيقطع ووقت ما رجع الماء كيخدم عادي. بالنسبه للاخوان للتكلفه، التكلفه تقريبيه على حساب هذاك الشيء اللي غتركب، يعني راك غتركب معاه اللوازم ديالو، راه فيه الخيط، فيه التيو، فيه الحديد ديال الاش، فيه الشميعات، يعني هادو كيتزادوا. هو كيبدا الكيت كيبدا من 1.5 مليون، فيه 4 الالواح، وفيه لا بومب، وفيه الفارياتور، هذا هو الكيت. اما تبقى فراه كتزيدوا يعني من عندك. اخوان ما تنساوش لينا اللايك، الله يجازيكم بالخير. المنظومه ديال 4 الالواح وكتدفع على 123 متر، يعني على حساب داك الشيء اللي غادي تركب، وراه ممكن تزاد التكلفه ديالو. انا قلت لكم الثمن تقريبي 15000 درهم. كما كتشوفوا الالواح اللي راكبين راه مونو، يعني هاد الكحلات ماشي الزرقات، يعني الكحلات في الصيف كيخدموا مزيان وكيخدموا في الحال بارد ايضا، بالنسبه للمناطق اللي سخونه وبالنسبه للمناطق اللي بارده. هنا راه راكب الحديد ديال الاش ديال 80، كاين اللي غادي يركب غير الكورنير، يعني التكلفه كتهبط. كاين اللي كيركب مثلا القنب ديال العاديه، هنا راه راكب القنب ديال الهند، يعني شي حاجه مليحه كاليتي. كاين اللي كيركب مثلا تيو ديال 40، كاين اللي كيركب ديال 50. هنا فين كيكون الفرق في التكلفه.
وانت ان شاء الله ملي تبغي تشري هذا الكيت راك كتاوى على راسك يعني وكدير اللي تسلكك. وهذا الشيء اللي تسالوني، اللهم انني قد بلغت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.